اسوي لكم خبز جريش او اقراص الجريش، كلش كلش طيبه وسهله وصحيه. عندي هنا أنا 6 كوابة جريش عادي، راح انقع ب3 كوابة مي، راح ياخذ 3 ساعات بالضبط هو منقع. طبعا لو احرك هيجي واخليه مكان دافي، صار له 3 ساعات متنقع الجريش. راح اضيف له 2 كوب من الطحين، 2 كوب هذا القياس مالكو من الطحين. الطحين ينطينا طراوة شوية للعجينة مال الجريش. هنا عندي راح اخلي 1.5 ملعقة من الخميرة الفورية، 2 ملاعق صغار من السكر، هنا عندي 1.5 ملعقة من شو يسموها حبة حلوة او الشومر مطحونة، 1.5 ملعقة و1.5 ملعقة من حبة السودة او حبة البركة، راح اضيفهم كلهم. والملح طبعا راح اخلي 2 ملاعق صغار من الملح، ومثل ما قلنا الملح حسب الرغبة، بس انا راح اخلي 2 ملاعق صغار. ايضا اضيف 0.5 كوب من الزيت، 0.5 كوب من زيت عادي. بالنسبة للمي انا اول مرة شفته خليت 3 كوابة مي، هسه نشوف ايش قد راح نحتاج يجوز شوية نحتاج اكثر. خلي اشوف بالعجن، نبدي نعجن. اول شيء نخلي المواد تتداخل سوا قبل ما نضيف المي اذا احتاجينه. طبعا تقدرون تعجنوها بالعجانة، بس هذا سهل العجن مالته لان الجريش سهل، خاصة من نخليه ويا الطحين اسهل بعد. نضيف شوي شوي مي، انا يعني اقول لكم بالنهاية ايش قد صار المي. طبعا وشلون دا تعجنون انتو للكبة مال الجريش نفس الشيء. حضرت العجينة لازم يكون هيك قوامها. طبعا عندي هنا كاسة مدهونة اخذت لها 1 كوب للاخ مي دافي، سو صاروا 4 كوابة، 3 بالتنقيع و1 مي دافي ويا العجن. خلاص راح اغطيها اخليها مكان كلش دافي لانه الجريش عندي بارد لازم نحميه، فلازم تغطوها بهواية اشياء او خلوها بالمايكرويف فوق الطباخ، حتى عادة الحرارة مع الطباخ تروح على المايكرويف حتى يحمى بسرعة ويتضاعف حجمه يعني يختمر حتى نبدي نخبز. هسه راح نسوي فد صاص نغمز بيه الخبز. ان هنا انا راح اخلي 3/4 كوب زيت، طبعا مو شرط يخلص كله بس احتياط خلي يكون عندنا يعني او اقل كيفكم انتو، ما نستعمله كله يجوز. راح اخلي فد 3 ملاعق من الكركم كبيرة من الكركم، اظل احرك بي رشة من الملح، احرك بي بدا يغلي، صار ل10 دقائق دا يغلي على نار هادئة. هسه راح اضيف 2 ملاعق راح اضيف 2 ملاعق كبار من المي. المي راح ينطينا شوية طراوة للخبز سمينا. خلص طفيت النار، هسه خليه يبرد تماما. عجينة عندنا نضاعف حجمها. عندي هنا صينية حتى نخبز بيها، تستعملون ورق الزبدة او تدهنوها بالزيت رأسا، بس انا استعملت هذا خاص للخبز اسمه لاند ستيك المنيوم فويل، تشوفوه بول مارت اذا انتو هنا بامريكا. اذا نشوف شلون ثخن الرصاص اللي سويته، صار اثخن هسه ورا ما برد. ناخذ العجينة ونغمسها من الصفحتين ونخليها هنا هيجي. كله هيجي راح نسويهم. طبعا الصينية يمي هنا تلزم 6، ما اريد يلزقون واحد بالاخ.
حرارة الفرن على 450 فهرنهايت، 200 مئوية يعني عالية، وراح أخليها على البيك، أعلق الفوق والجوة سوا، وأبادل بالصواني. أسهل لكم هيجي. هسه ايش راح أسوي؟ راح أفتح هيجي خبزاية مدورة، ما لازم تكون كلش كلش خفيفة ولا ثخينة، كلش وسط هيجي. إذا نشوف شكلهم حاضرين حتى يدخلون الفرن. هذا شكله النهائي، ترى كلش 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 طيبين، لازم تجربوهم. سهلة وطيبة وصحية، وخبز غير شكل خفيف، يعني مو بس طحين، أكيد فشي مختلف لازم تجربوه. أشكركم على المتابعة، أشوفكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، تابعوني حبايبي، مع السلامة.